نعم صلاح، رغم سرية هذه الاجتماعات وأيضا لم يعلن عنها في وقت سابق، بالإضافة أيضا إلى سرية المكان الذي تعقد فيه في العاصمة الفرنسية باريس، إلا أن بعض التسريبات كانت قد وصلت إلينا بأن الاجتماعات بدأت بالفعل، وكان هنالك لقاء كما ذكرت جمع المسؤولين الأربعة وأيضا مجموعة من المسؤولين في الحكومة الفرنسية. بغية كسر الجمود في التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة ووقف إطلاق النار. طبعا هذه الاجتماعات السرية ما زالت مستمرة رغم التكتم الإعلامي، إلا أن بعض التسريبات ما زالت تخرج بين الحين والآخر. طبعا آخر هذه التسريبات بأن هذه وأن هذا الاجتماع وهذه المفاوضات التي تعقد اليوم سيتم من خلالها تطبيق اتفاق لوقف إطلاق النار من شهرين، سيبدأ على مرحلتين. المرحلة الأولى تشمل 30 يوما بغية إطلاق سراح الجرحى وأيضا النساء والأطفال المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، بالمقابل وقف لإطلاق النار وإدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى القطاع المحاصر. بعد ذلك سيكون هنالك أيضا خطة من 30 يوما، هي المرحلة الثانية، تفضي إلى إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين المحتجزين مع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الموجودون لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي. لكن على ما يبدو بأن بحسب وسائل الإعلام الفرنسية وأيضا العالمية التي تحدثت بأن إسرائيل لا تأمل كثيرا في التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، على اعتبار بأن حماس ما زالت تتمسك بمطلبها الرئيسي وهو وقف كامل لإطلاق النار، وهذا ما ترفضه إسرائيل، بالمقابل أيضا اختيار باريس كمكان لإنعقاد هذا المؤتمر بحسب المراقبين، على اعتبارها بأنها تترأس حاليا مجلس الأمن، وبالتالي كان هنالك قرار المحكمة العدل الدولية، وبالتالي فإن باريس بحسب ملزمة بفرض ضغط على الحكومة الإسرائيلية بحسب المادة 92 على 2 من القانون الدولي بإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية. جميع هذه السيناريوهات هي السبب التي لأجله تم اختيار باريس كمكان لإنعقاد هذه الاجتماعات السرية. الأكيد كما ذكرنا بأن الاجتماعات ما زالت متواصلة، وبحسب كثير من المراقبين ستطول إلى مساء هذا اليوم بغية التوصل إلى اتفاق نهائي يفضي إلى إطلاق سراح المعتقلين وأيضا المحتجزين وأيضا إيقاف إطلاق النار وإدخال المساعدات الطبية إلى قطاع غزة. لكن كما ذكرنا الاجتماعات ما زالت سرية، لم يصدر أي تصريح رسمي إلى الآن عن السلطات الفرنسية عن ماهية هذه الاجتماعات وأيضا عن مكان انعقادها، سوى ما تم تسريبه لنا من قبل بعض المشاركين أو المقربين من الوفود المشاركة في هذه الاجتماعات. طيب. والأكيد بأن عظيم. على بحسب هؤلاء ماذا عن التظاهرات الوفد المصري التي نراها من خلفك؟ في الحقيقة هذه التظاهرات كما جرت العادة في كل أسبوع تقريبا يخرج كثير من المؤيدين للقضية الفلسطينية والداعمين لها في تظاهرات سواء في العاصمة الفرنسية باريس وأيضا مدن فرنسية أخرى. اليوم أكثر من 20 مدينة فرنسية على موعد مع التظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية. طبعا المتظاهرون اليوم رفعوا لافتات وشعارات تتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه متواطئ في هذه الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، مطالبين أيضا فرنسا بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لإيقاف إطلاق النار بشكل دائم وإدخال المساعدات الطبية العاجلة والمستعجلة للقطاع، فضلا عن الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية. وأيضا رفعوا لافتات وشعارات مطالبة بالحرية للفلسطينيين وإيقاف الإبادة الجماعية، رفعوا أيضا صور للأطفال الذين قضوا نتيجة القصف الإسرائيلي على المدارس ومراكز النزوح وأيضا استهداف المستشفيات. كان هنالك بعض الأطباء والممرضين شاركوا في هذه التظاهرة، أوصلوا رسالة وصلتهم من بعض الممرضين
في قطاع غزة عن الواقع الصحي، لكن هنا أيضا بالمقابل الحكومة الفرنسية سارعت إلى نشر عدد كبير من رجال الأمن والشرطة، على اعتبار بأن هذه التظاهرة تأتي بالتزامن مع انعقاد هذا الاجتماع الرباعي اليوم في باريس، لما له من أهمية وحساسية دفع بالشرطة الفرنسية لدفع أو لنشر عدد كبير من الجنود الفرنسيين أو الشرطة الفرنسية في محيط هذه التظاهرة، تحسبا لأي حدث قد يطرأ على هذه التظاهرة، على اعتبار بأن باريس تضم أو فرنسا تضم أكبر جالية يهودية في أوروبا، وهي نصف مليون يهودي، بالإضافة أيضا إلى جالية مسلمة كبيرة داعمة للقضية الفلسطينية. لكن ما يميز تظاهرات باريس هو وجود عدد كبير من الفرنسيين الداعمين للقضية الفلسطينية، وأيضا الذين يرفضون قرارات ومواقف الحكومة الفرنسية، وعلى رأسها موقف الرئيس الفرنسي المتذبذب إنجاز التعبير في بعض الأحيان بين مؤيد لإسرائيل ومؤيد لغزة، وأيضا انتقدوا فرنسا في موقفها السياسي، على اعتبار بأن فرنسا ابتعدت نوعا ما عن السياسة وانخرطت في عمل الإنسان فيما يتعلق بموضوع غزة، مطالبين الحكومة الفرنسية بممارسة ضغط أكبر على حكومة الاحتلال لوقف فوري لإطلاق النار، وأيضا إدخال المساعدات المستعجلة والطبية للفلسطينيين المحاصرين في القطاع. أشكرك شكرا جزيلا لك علاء الدين صلال، مراسل الغد، كنت معنا من باريس.